من بالله وليا مسقمة بك بسم بالله مش عليا تخيل شن قالت لي قالت لي مستعد نعيش معك في براك براك متاع الحمام عرفها بسم بالله عادية والله وقرا قسم ما عايش فيه النوعية هذه ما عايش فيه النوعية هذه خلاص لا مار تعرف واحد بس غريبة مسقمة وتشكر فيها ومطلقة وكان هي مرة مسقمة ما طلقش عادي عادي ميت وحدة زوجت وغفوها وعطوها الراجل بلا حبل ولا عصبي ولا دم ثنين تعرف تنحلف وانتقطع يحلف وانتقطع إلا ما الرجل أحمر يطلق أسمع أصلا نروغك خليك قط قصقص عليها واسأل أهلها شو شكلها خطرة شفتها شكلها كويس لا والله مازال ما شفت لا كيف ما شفتهاش قلت لك كيف قلت لها وانت ما شفتهاش صورت على فيديو ودزيت لها على الفيس قلت لها هكي كان مكبت على روحها يا راجل وبعدين بيني وبينك ما نقولش لحد سريات نسقيو في موعد ظلم نسخين في موعد بيني وبينك إن شاء الله يعني توان بس انتقام توان لامار ومسعودة لامار تحس هيك في جو من لامار مسعودة لأن جد مسعودة تتوجت لي على الاسم مش على الاسم يا راجل وانت غمص بحر التبيخ تعرف شين قالت لي قالت لي يا شروجي أنا ما يهمنيش الماديات والمظاهر أنا يهمني أن الرجل يكون فيه شنو؟ سروجي قصدي يا جبيتي قالت لي يا جبيتي يا غالي عليا مش مهم الفلوس مش مهم المذاهب المهم نعيش معك حتى في براكة حتى في صحراء مش منبيش فلوس حياة واجهة غير الواحد والله يا خوفي تكون ملعبة وتزقب فيك كيف تزقب فيها؟ سحبني ما حقيت غير زويلها ولا ما حقيت غير عظامها على الكسكسو تقسم بالله يفهمن البنات هنا بس تعرفوا لما رحس فيها كي صادقة لما قلت لي نحبك طالعة من جوة مش كيف البنات الأخرات بس أسمع مش كل حاجة نحكي لك تحكيها برا أفضل روحك خايف تخاف من السحر قلت لي أنت حمش وهي تحب الحموشية وأنا حمش أنا لا حمش حمش بك أسأل تأسأل أنت شنو أنا أنت اللي تبي تسكت شنو أنا نبيع ما أنت حشم لا الحب فيش حشم ما السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله عندك ديسكة الحب كله لمار
مدار؟ ايه ام كلثوم. ام كلثوم ام كلثوم اه ان شاء الله فيه موجود. عطينا نحبه كله ام كلثوم. حاضر حاضر يا اخو حاضر. انت تفضل. هذه مجموعة اغاني على الام بي 3. لا ما نبوش ام بي 3 نبو ام كلثوم. تهوي يا ام كلثوم بس هذه نظام ام بي 3. عندك جهاز ام بي 3 باش تشغلها يعني؟ جهاز لا معروفات ما خلاص. خذ امسك هذه الديسك اللي تعيط لنا عليها. هاي انا اللي نعيط لك عليها. قول الدو خلاص. صدق الراجل صدق. كم حقهم؟ جناحين. عدي والحقني باه. زعمك لما مرتش بالململ اكيد جسش بالمنسي عجرم والله مش عارف اشكلان لمار. حاجه مش هديه بك تخدم نظيفه قلت لك. اهم حاجه العده تكون نتاع نظيفه نتاع الدك. لا 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 كل شيء معقم عندك. ولد خويا قلت لك يا راشد. وكم ياخذ؟ ما في شيء مده له ماشي مده 100 جنيه يقول شيء راه يخدم يسكت. 100 ولد خويا قلت لك يا راشد. وينهم؟ تو يجي ولد خويا ويجي شويه بس. كيفاش كنت ولد خويا ولد خويا؟ شنو الجو؟ ولد خويا طلباتك. الحاج بيدق. شو بيدق؟ نبيك دق لي انا معلش لو سمحت دق لي قلب هنا في سهم على راس السهم حرف ال لمار ومن هنا جويده جي علي ليلى. كيف تجي تجي علي ليلى تجي كيف تجي؟ انت ماشي مقايل لها اسمي سراج كعادي تنقولها اسمي سراج يدلوا فيها بالعوش جويده نطلع من الموضوع. انا خطير شكلك بيده قويه. غير غير بعيد عنك كبتك بيه دليل مطفش بعدك الغي هذي لما تجيب الكبر مصيبة. لا حرام عليك يا رش هذا شيء هذا شباب وقرب شباب أخرى. أنا رأو منذري كبير بس أنا والله منذري زمان لما أمي حامل بطني فيه أنا عرفت قسم بالله صبايا بعدها يقول أن أسمعي ما تعاش تحملي وانت كبيرة الحمل عن الكبر يجيب عين من خلف عقليه. لا الحمد لله جات سهله. الحمد لله. ميلاد ربيع. شاء الله عليك. ف واحد دقوا. معقوله. الدق واحد. انت شوري انت هذه شغلتي. الشغل نظيف تاخذها تيك تاك توك تشيك تشاو. ولا خويا قلت معلش يا سيدي دقاق. شنو اسم الكريم معلش؟ فروجه. يا فروجه. هذا ديما يشكل فيك. قال ليك اقسم بالله قال ليك اشكل فيك وانا جاي
ثلاث خويا كان باهي رشاش مها خصاي ما خو حصاب ثلاث خوك عارفين معلش يا فروجه نبيك تدق لي قلبا عرفتو باهي ودي لي تحت منها حاجه هكا ميسه منك ميسه مننا تكون هاني يا استاذ اذا اخذها تشيك تشاك تشوك شغل نظيف جيني ان الحياه الحب ولك حاجه ايش رايك كيف هذه تمشي معاك شرس تقوم ولا بالله لا وين لي شكل القبيل متاع الله خلاص كون هاني توا نجيب الابره ونجيب الكحل وانت تكها لكي وندير لك حاجه نظيفه تخلي جماعتك يقول واو لكن دقيقة تم الكلام ولد خويا قلت له جيب لنا كحل اصلي ها من لنا اصلي انت مش عادي سنين انت قلت لك شغل نظيف هيك لك مش عندي ميزان مية انت عندك كل شيء قلت لك عدة معقمة كلها شفت الميزان ولا تا يدير فيها حد اخر لا ما تديرش خطير ما تجيبكش الا الواحد عارف انا جيني ما شاء الله عليه ولد خوك ولد خويا والله البنية مسعودة اللي خذيناها له كويس سمي يا مطيعة غير ايش تبي يا عم هاد واش نديرو له البنت عليه ما درنا فيها ما تبيش تردش ندير لها انا ما تبيش من هبالة لقالنا العيل يا رمضان مو عليه بعضه لقالنا ما هو عاجبني خلينا نجوزوه قبل ما تركب حالة نفسية عليم الله ان مسعودة هذه ولية كويس كلام الصح الحلاك يدي ما اسمحه يدير في خبزة التنور وخبزة الحوش ايه علينا هاب عليك موال موال خبزة اللي ما سكننا فيه نعيما شكرا اسمع يا حويش يومين ما تديرش حمام لين الكحل يقب يومين ولا اقول لك حاجه دير حمام بس يدك برا قلت لك يا سي الدقاب فرج ما فيش مسكنات ولا حاجه علاج طب شنو هي حاجه انا بيع عميل قلب مفتوح لا قلب مدقوق دقي خليك الرحمه زي ما قلت لك يومين تشيك تشاك تشوك بلد خويا انزلي وين ننزل انزلي طوبري مع هاللي مطوبرين وجيب لنا خبز انت للصبايا في سامي عطوكا يا باي يا باي من جدك ها وتبي لنا اللي ننزل نطوبر وانت تشوفي في الحال بروحك يا رجل تحشم على وجهك الناس اللي مطوبرين توا يقولوا لي قاعد في السياره مش راجل وعد راني مانيش راجل ها انزلي قلت لك الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدقته حس احبيبي وكل قلبي بدقته حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس Thank you.
الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله الحب كله كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت ليك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي ابتدت حس يا حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي ابتدت حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ربحك بطل العصبية ودي مشايط ودي مالك كم يوم راك مالكش عجبني يا عبي يا باتي ما هو حاجة صراحة أنا أيام جايين بيك أنت تقبولي وبيه يا باتي هذا الساعة المباركة هذا اليوم اللي ندور فيه مرودت لك بنية بنت ناس ما شاء الله عليها بحالك صباح لا لا حاجة أفني لا لا صباح ما صباح مشهودة ما مشهودة في كيميل الأسماء دينا الأسماء دينا خلاص سكرت علينا انا بصراحه كي تعرفت على البنية لاتني فاتي يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله وبيك يا باتي البنت مان والعيد مان يا ابو العيد لمار عيد لمار عيد لمار من يرجع عيد لمار هذا عائله محترمه تو تشوفيهم انا ان شاء الله حاجه انا بكره نقلفت لكم الموضوع نهيت لكم الموضوع كله وانتو بس ذو النجوم وان شاء الله ما في ذا الخير ان شاء الله حتعجبه ان شاء الله مرحبا 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 كيف ما عرفنيش؟ لا والله يا أم رجب تعد سكات الحب كله الحب كله الحب كله متاسم يا رجبيك لا مش شغل الأمور تمام مية مية والله إن شاء الله لباس وليك بس تعالي عندي حاجة ترجع لنا الملابس حاجة ترجع تنزل لنا إن شاء الله لباس عليك وليكم بس عاد جايب ديسكات جديد راه توا لا ما خلاص بطلناه عبد الحليم يا انني اغرق تحت الماء شو جو تمام الامور طيبه 100 100 رقم 25 اي خدمه الله يبارك 25 انت 25 مربوحه ان شاء الله نرجعك المحل ان شاء الله نلبس عليك من القرين لحقنا انت بعد الديسك تبعك لي
مسعود رجعت لمر، ولمر رجعت مسعود، راح بيها الحب كله، حب كله.